ميرفت امين كلمتني بتعيط على سوسو، متاثره جدا وبتعزيكي بالمسلسل اكتر واحده، وبتعزيني في سوسو يعني. وبعدين تقولي عزتها وانا هعيش ازاي من غير سوسو، من غير من غير المسلسل، زعلانه ان المسلسل خلص. تقولي لا لسه ما شبعناش. بس ده احساس جميل يا احمد، ان الناس يعني احنا نسيبهم المسلسل يخلص وهم لسه عايزيننا ولسه ما شبعوش مننا، احسن ما يزهقوا، احسن ما يقولوا لا خلاص زهقنا. ودي ميزه أو المسلسلات القصيره الحقيقه، ال 10 و15 حلقه، اظن انها يعني والرساله بتكون تطور كبير في الاعمال الفنيه. انا عايزه اشكرك، بشكرك على فريد، بشكرك على المجهود اللي انت عملته. فريد اثر فينا جميعا، فريد خلانا كلنا عايزين نبقى فريد، اللي مش فريد بيبقى عايز يبقى فريد ويطبطب على كل الناس اللي بيحبهم. انا بدون قطع كلامك عايز اقول بس حاجه اخيره. انا مراتي امبارح كانت بتتفرج على الحلقه الاخيره، انا في بيروت وهي في القاهره، فكلمتني في التليفون منهاره طبعا بتعيط، قالت لي جمله كده انا بالنسبه لي دي نجاح مبهر. قالت لي خليك في بيروت وخلي فريد يرجع لي. الله. والله ليه يا احمد، ما انت جميل برضه، خليك في فرق ما بينهم كده بقى، لازم تشوف الموضوع ده، خليك في فرق ما بين الاثنين، رجع لي فريد. لا والله فريد هو فريد من نوعه بجد، هو ده حي. واحمد يعني فنان جميل وانسان جميل، هو فريد بجد. شكرا احمد، خليك دايما فريد زي ما سوسو قالت لك، خليك كده زي ما انت دايما فريد. وشكرا على الدور الرائع، الحقيقه حبيناه كلنا. شكرا فنان احمد فهمي، شكرا جزيلا حقيقي الرائع.